خلينا نتكلم عن حكاية جد وناتالي. ده فيلم من الأفلام اللي بتقدمين في المشروع وحكايته كمان أنت اللي تحكيها رشيد. جد وناتالي هو أوس البنا اللي هو المخرج وصاحب الحكاية اللي هو بالأساس ممثل مسرحي. هو فقد حبيبته في الحرب. المشكلة هناك أنه هي موجودة تحت الركام منذ شهور ومش قادرين يطلعوها. يا الله. فهو بروح على الركام وبحكي لنا الحكاية من المسافة صفر من هناك. لكن اليوم أنا فقدت الإنسان اللي أنا بحبها. راحت نور. يا رب أتخلص هالحق. تعال. حبيبتي شو عمل؟ قلت لي المخرج الكبير رشيد مشهراوي ان انت ما كنتش مهموم بفكره توصيف الفيلم وثائقي روائي. انت اللي كان مهتم بيه الصيغه اللغه السينمائيه اللي بيتعرض بيها. صحيح، لانه كمان انا بدي اعطي فرصه لكتير انماط سينمائيه. لانه مثلا عندنا فيلم انيميشن اللي بسموه افلام التحريك، كرتون. عشان نعمل فيلم الكرتون مع الاطفال فلازم نعمل ورشة لمدة 22 يوم خلال الحرب في الخيم برفح بدير البلح، سوري، لازم نعمل ورشة للأطفال 22 يوم قبل التصوير عشان نعلمهم يعملوا تحريك وستوب موشن. ايه الجبرود والقصف شغال، والتهجير شغال، كله، والمذابح شغالة كله. في فيلم فيديو آرت ده والله العظيم انه ده معجزة. يعني هذا التشجيع والتسليم. يعني لو أن في إنصاف إلهم. يعني لو إنه في إنصاف، أنا بتكلم سينمائيا مش في إنصاف إنسانيا لأنه ده مش موجود. إنه اللي عملوه الشباب في المسافة صفر ده يحكى لأجيال، يعني ده في معاهد السينما بعد كده يتقال يا جماعة في يوم من الأيام في سينمائيين عملوا واحد اثنين ثلاثة. حاليا في شاب عم بيصور فيلم تحريك دمى فبعمل حكاية بس الدمى بيلعبوها خلال الحرب وخلال نفس هاي الأجواء برضو مع الأطفال وبرضو يعني هذا شغل في قلب خيمة وهدول الأطفال، ده شغل الأطفال، رسم الأطفال، هدول خيم وهم يعني لابتوب قديم عم بيحاولوا يعملوا تحريك ويعملوا الحكايات. وأنا بحبوا هذا الفيلم كمان، هذا لخميس مشهراوي. هذا الفيلم اسم الفيلم جلد ناعم، لأنه الموضوع اللي ماخدينه الأطفال موضوع كتابة الأسماء على الأجساد. بمعنى أنه عندنا في الحرب في الشهور الأولى كان في كتير أشلاء فما كانوش عارفين مين هذا مين وهذا مين وهذا مين، فصار الأمهات تكتب أسماء أولادها على أجسادهم. فعمليا للطفل المشاهد هذا الفيلم يعتبر علاج نفسي كمان، لانه انا بقول دايما انه اللي عنده جرح لازم يلمسه مش لازم يخبيه، هاي العباره تبعتي. فاحنا اذا عندنا مشاكل لازم نواجهها ونحكي عنها ونفهم اطفالنا شو اللي عم بيصير. Ready?